أهلا بكم مجددا. عنوان هذه الجلسة هي تطوير الشباب وخلق فرص العمل في قطاع التجزئة. مقدم هذه الورقة هو الرئيس التنفيذي لمجموعة الشائعة التي يعود تاريخ تأسيسها في الكويت إلى عام 1890، والتي أصبحت واحدة من أهم الشركات على المستوى العالمي. وتستثمر مجموعة الشائعة في العديد من المجالات كقطاع العقارات والفنادق وتجارة السيارات والدعاية والإعلان والتجارة العامة، ولديها شراكات مع عدد من العلامات التجارية العالمية الرائدة. تعد شركة الشائع من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط، والوكيل لأكثر من 70 علامة تجارية عالمية في قطاع مبيعات التجزئة. ولا أخفي عليكم القول بأنكم لن تمضوا يوماً واحداً من دون استخدام واحد من تلك العلامات. طبعاً تنتشر مشاريع الشائع في أنحاء مختلفة من العالم، تمتد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصل إلى روسيا وتركيا وعدد من الدول في القارات الأوروبية. وتوظف الشركة أكثر من 40,000 موظف في 110 جنسيات. باختصار، ضيفي وضيفنا في منتدى جدة الاقتصادي لهذا العام تسلم منصبه عام 1990 كرئيس تنفيذي للشركة، وتلا ذلك تنصيبه في عام 2007 كرئيس لمجلس الإدارة التنفيذي فيها، حيث كان له دور فاعل وأساسي في التقدم والتطور الكبير لهذه الشركة. لا أريد أن أطيل عليكم ولا أن أطيل على ضيفنا، وأكتفي بهذا القدر. أرجو منكم أن ترحبوا بالسيد محمد عبد العزيز الشايع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. خير ما أبدأ به حديثي اليوم قوله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. يشرفني أن أقف هنا اليوم لأتحدث في هذا المنتدى عن موضوع في غاية الأهمية للمملكة العربية السعودية، ألا وهو خلق فرص العمل والوظائف لجيل الشباب، وكذلك تدريبهم وتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل والمساهمة فيه. في اعتقادي، ليس من قضية تهم مجتمعاتنا واقتصاداتنا اليوم أكثر من توفير فرص العمل لجيل الشباب وإعدادهم الإعداد الصحيح للمشاركة في تطوير وتنمية الاقتصاد والأعمال. وكما تعلمون، يصل معدل البطالة نسبة 11% في المملكة العربية السعودية، وتتركز نسبة البطالة في جيل الشباب. وما يدعوني للقلق حقاً أن 82% من العاطلين عن العمل في المملكة هم من النساء. أعتقد أن هذه المسألة تنطوي على جانبين: يكمن الأول في الحاجة لخلق مئات الآلاف من فرص العمل لجيل الشباب، والذي يشكل النسبة الأكبر من السكان، كما أنها الشريحة الأسرع نمواً والتي تكبر معها تحديات ومتطلبات عديدة يجب تلبيتها لهم. ويكمن الجانب الثاني في ضمان تأهيل هؤلاء الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات والرغبة اللازمة للانضمام لسوق العمل والنجاح فيه. نعلم أن مسؤولي الوزارات المختصة في المملكة يعملون بجد لردم الهوة بين النظام التعليمي الحالي الذي يفتقر لمواد التدريب والتأهيل العملي والمهني، كما أننا نفتخر بشراكتنا مع وزارة العمل في المملكة العربية السعودية. ولكن علينا الاعتراف بحقيقة أن شبابنا يتخرجون من المدارس والجامعات وهم لم يكتسبوا بعد المهارات والقدرات الضرورية للانضمام لسوق العمل. لقد تغيرت بيئة الأعمال والاقتصاد والصناعة، وتطورت التكنولوجيا ووسائل الاتصال إلى حد مذهل، ولكن
للأسف لم تتطور الأنظمة الدراسية والتعليمية بشكل كاف لمواكبة هذا التغير الكبير، وبهذا نكون قد خذلنا جيل الشباب وجنينا على مجتمعاتنا واقتصادياتنا على حد سواء. إن تعلم اللغة العربية والرياضيات عنصر أساسي في مناهجنا الدراسية، وهذا أمر جيد، ولكن إذا ما أخذنا بيئة الأعمال المتغيرة والمتطورة اليوم بعين الاعتبار، فسنجد أنه من الضروري أيضاً اكتساب مهارات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والقيادة والتواصل والمرونة والقدرة على اتخاذ القرار. ونحن كمسؤولي شركات القطاع الخاص نميل اليوم إلى توظيف من يملك تلك القدرات والمهارات. في الواقع لا تتوفر في المملكة معاهد كافية لتدريب الشباب السعودي على المهارات العملية والمهنية اللازمة وإعدادهم للعمل في القطاع الخاص. ففي قطاع خدمي مثل قطاع التجزئة يعد الذكاء الوجداني هاماً كما الذكاء العقلي، وللعمل في أي وظيفة في مجال التسويق أو المبيعات أو الضيافة أو المصارف أو التمويل أو غيرها عليك أن تعرف ما الذي يرغب به العميل وما الطريقة المثلى لخدمته ومساعدته، وهذا ما لنتعلمه في مدارسنا ولا في جامعاتنا. لهذا ينبغي علينا أن نبادر إلى تطوير النظام التعليمي، وكلما اتجهنا إلى تنفيذ هذه المبادرة باكراً كلما عاد على المملكة وعلى الشباب على وجه الخصوص بالمنفعة والفائدة، وهذا بدوره يصب في مصلحة أعمالنا. إن حكومة المملكة العربية السعودية المغقرة مدركة تماماً للحاجة إلى تطوير المناهج والأنظمة الدراسية، وقد بدأت فعلاً باتخاذ خطوات برؤية جديدة لإصلاح النظام التعليمي في المملكة. فعلى سبيل المثال قامت وزارة التعليم العالي المغقرة ببرنامج السنة التحضيرية الذي يتيح لخريجي المدارس الثانوية الفرصة للتحضير للدراسة الأكاديمية في الجامعات. هذه بداية رائعة، ولكن ينبغي أن نبتكر طرقاً أخرى لتطوير النظام التعليمي ليس في المملكة فحسب، فهذا الأمر لا ينحصر هنا بشكل خاص، بل إن الحكومات حول العالم تتواصل وتتشاور مع أصحاب الأعمال والصناعات لكي توفر للشباب المهارات الضرورية لمواكبة نموها الاقتصادي. وإذا كنا نهدف إلى توفير المزيد من برامج التدريب العملي للخريجين والطلبة، فعلينا تزويدهم بالتقنيات الحديثة وابتكار مناهج جديدة لهم تناسب المتطلبات الحالية. ولتحقيق هذا الهدف ينبغي على القطاعين الخاص والعام العمل مع بعضهما البعض. فعلينا نحن أصحاب الأعمال أن نعمل مع وزارة التربية ووزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى والجامعات والمعاهد والمراكز التدريبية لمواجهة هذه المشكلة وإيجاد الحلول لها. قد يتساءل البعض ما الذي قامت به شركة الشايع هنا في المملكة ليخولها للوقوف هنا والتحدث في هذا الأمر؟ حسناً، أود أن أشارككم بتجربة شركة الشايع في هذا المجال. وهنا أقول أنني فخور جداً بما حققه زملائي في الشركة لمعالجة مشكلتي البطالة ونقص التأهيل العملي. واسمحوا لي أن أطلعكم على سبب اعتزازي بهم. فعندما يتعلق الأمر بالتوطين تأتي شركة الشايع في المقدمة، ليس فقط على مستوى شركات المحلات والتجزئة بل على مستوى القطاع الخاص بأكمله. فلقد عملنا مع أصدقائنا وشركائنا في صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة، وأثمرت شراكتنا وجهودنا المتناسقة عن تدريب وتوظيف العديد من المواطنين السعوديين خصوصاً من الشباب والنساء. لا أكشف سراً بقولي أنه لدينا خططاً طموحة للنمو والتوسع في المملكة، ونحتاج إلى القوى العاملة المؤهلة لرفض خططنا بالتوسع وتحقيق أهدافنا. يبلغ عدد الموظفين السعوديين في شركة الشايع حوالي 2500 موظف من إجمالي عدد موظفينا بالمملكة البالغ 5800، مما يشكل أكثر من 40%، وهذا ما جعل شركتنا في النطاق البلاتيني، وهو أعلى نطاق يمكن لأي منشأة تجارية أن تحققه.
وتصل نسبة الموظفين السعوديين العاملين 80% في بعض مناطق المملكة، أي أن 4 من كل 5 موظفين هم مواطنين سعوديين، ونحن نهدف إلى زيادة هذه النسبة أكثر فأكثر. في الواقع لن يهدأ لنا بال حتى نرى هذه النسبة في ازدياد. يعد قطاع المحلات والمطاعم والخدمات، وهو قطاع التجزئة كما يطلق عليه، أكبر قطاع يوظف للشباب في أي اقتصاد حول العالم. لذلك هو يوفر فرصة فريدة لاستقطاب وتوظيف الشباب السعودي ودعم خطط الإحلال في المملكة، بحيث يكون المواطن السعودي مؤهلاً ومستعداً للعمل في وظائف يشغلها موظفون أجانب. وهذا بدوره أيضاً يقوي الاقتصاد الوطني بالحفاظ على الأموال التي تحول إلى الخارج، فقد بلغت تحويلات العمالة الوافدة إلى خارج المملكة العربية السعودية ما يقارب 120 مليار ريال في عام 2013 فقط. وهذا يتطلب أيضاً إعداد الشباب السعودي مبكراً لقبول العمل في المجالات الخدمية والمبيعات وغيرها من المجالات التي ينظر البعض إليها على أنها لا تناسب المواطن. نعم، نستطيع أن نزيد من مشاركة الإخوة السعوديين، فقطاع التجزئة في المملكة هو الأكبر في المنطقة بمرمتها، ويوفر ما يزيد على 1 مليون فرصة وظيفية. وهذا يعني أن لدي شركة الشايع الآلاف من الفرص الوظيفية في إدارة المتاجر والتصميم وخدمة الزبائن والتسويق والخدمات المساندة مثل التخزين والنقل والعديد من المجالات الأخرى التي تفتح أبوابها للمواطنين وتهيئ لهم الفرصة لينمو معها ويساهموا في نموها في نفس الوقت. إن أحد أهم أهدافنا هو أن نشجع الشباب في المملكة على العمل في القطاع التجزئة وتدريبهم ليكتسبوا المهارات والقدرات لاغتنام الفرص الوفيرة في هذا المجال للمساهمة في التطور والنمو. وبينما نحن نتقدم للأمام في مسعانا لاستقدام المزيد من المواطنين السعوديين للعمل معنا، لا يخفى على أحد أن مثل هذه المساعي تواجه العديد من المصاعب والتحديات، فلا تتوفر في المملكة إلا القليل من المعاهد التي تمنح خريجيها شهادات معتمدة في التدريب العملي أو المهني، وهذا لا يؤثر على قطاع التجزئة فحسب، بل على العديد من القطاعات الخدمية والصناعية في المملكة. إننا نميل إلى إيجاد الحلول للمشاكل وتذليل العقبات في طريقنا، بدلاً من السماح لها بأن تحبطنا وتعيق من تقدمنا، ولذلك أخذنا مهمة حل هذه المعضلة على عاتقنا، وقررنا أن نبتكر الحل لها، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل في المملكة. فلقد رأينا أنه طالما لم تتوفر المراكز التعليمية التي تقدم التدريب والتأهيل العملي المناسبين، لما لا ننشئ بأنفسنا مركزاً يقدم تلك الخدمات التدريبية. وهكذا تكللت جهودنا بالنجاح الحمد لله، عندما افتتحنا في شهر محرم من سنة 1434 للهجرة الموافق ديسمبر 2012 أكاديمية الشايع للتجزئة في الرياض. وذلك ليس فقط لتدريب الشباب السعودي من الجنسين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل، بل أيضا ضمان فرصة العمل لهم لدي شركة الشايع فور إتمامهم الدورة التدريبية برواتب تبدأ من 4000 ريال سعودي. يكتسب المتدربون في أكاديمية الشايع للتجزئة المهارات والقدرات اللازمة لنجاحهم في مجال التجزئة، حيث يتلقى المتدربون ولمدة 13 أسبوع ما يزيد على 390 ساعة تدريبية، بعضها نظري ولكن أغلبها عملي، تشمل مشاركة في ورشات عمل وتدريب داخل المتاجر بمختلف أنواعها لإعطائهم المزيد من الخيارات لينتقوا مجال العمل الذي يميلون إليه ويرغبون به. وتحتوي مناهج الأكاديمية على وحدات تدريبية متنوعة مثل الإدارة وخدمة الزبائن ومهارات التواصل والحاسوب واللغة الإنجليزية والتسويق وغيرها من المهارات الشخصية والقدرات العملية.
بعد أن ينهي المتدربون فترة 3 أشهر من التدريب يتخرجون وهم مؤهلين للدخول في سوق العمل في مجال التجزئة، وتضمن لهم شركة الشايع فرصة العمل لدي أحد محلاتها 600 المنتشرة في أكثر من 20 مدينة على امتداد المملكة، مثل حائل وتبوك والهفوف وينبع والطائف. وقد تخرج حتى الآن ما يقارب 400 مواطن ومواطنة سعودية من الأكاديمية. وبالتوازي مع مبادرة وزارة العمل لتشجيع عمل المرأة السعودية، قررنا تركيز كامل جهودنا الحالية لتدريب المواطنات السعوديات لدي الأكاديمية. وبما أن مجال عملنا يضم محلات كثيرة تعرض منتجات وسلع خاصة بالمرأة كالأزياء ومواد تجميل، فمن الطبيعي أن العديد من محلاتنا تناسب عمل المرأة. وبعد أن أثبتت الأكاديمية نجاحها الباهر في الرياض، يسعدني أن أعلن لكم بأننا قررنا أن نفتتح أكاديمية أخرى هنا في مدينة جدة. ولا أجد مناسبة أو مكاناً أكثر ملائماً من هذا المتدل مثل هذا الخبر، وسنعلن عن هذا الحدث بتفصيل أكبر في وقت لاحق إن شاء الله. لقد تحدثت عن مسؤوليات الحكومة وقطاع الأعمال في توفير الوظائف للشباب وإعدادهم لدخول سوق العمل، ولكن هناك مسؤولية أخرى تقع على عاتق الشباب أنفسهم. فينبغي على الشباب أن يمتلكوا الحس بالالتزام والمسؤولية تجاه العمل. فلقد لاحظنا في الكثير من الأحيان أن بعض خريجي الأكاديمية يتركون وظائفهم بسبب ضعف التزامهم وعدم قدرتهم على تحمل متطلبات العمل. لقد لاحظنا أن بعض المتدربين يغادرون الأكاديمية قبل إتمام تدريبهم، كما أن بعض الموظفين يتركون العمل بعد فترة قصيرة من انضمامهم للعمل. لذا بدأنا بالبحث عن الأسباب وابتكار الحلول. فقد قمنا بمقابلات شخصية مع مثل هؤلاء المتدربين والموظفين، واستمعنا لوجهات نظرهم والصعوبات التي يواجهونها. فتبين أن مشكلة المواصلات للنساء تشكل عائقاً كبيراً في وجه العمل وتطور المرأة، كما أن ساعات العمل لا تناسب البعض. وهكذا قمنا بإجراء بعض التغييرات لمجابهة هذه المشكلة. فقدمنا بدل مواصلات إضافي للسيدات، وأبدينا مرونة في ساعات العمل، واستحدثنا برنامج لمتابعة وتطوير المسيرة المهنية للموظفين السعوديين. يجذب قطاع التجزئة ألمع المحترفين في العالم للفرصة الفريدة للتطور والنمو التي يوفرها مثل هذا القطاع، ولكننا لا نجد مثل هذا الاهتمام عند شباب المملكة كما نراه في بقية دول العالم. فمن المفترض أن نرى الشباب متحمسين لتلقي التدريب ومتلهفين للحصول على فرصة عمل في قطاع يفسح المجال لفرص غير محدودة للنمو والتطور على المستوى الشخصي والمهني. لهذا فإني أرى أنه بالإضافة إلى الاستثمار في قطاعين العام والخاص، هنالك نوع ثالث من الاستثمار، ألا وهو استثمار الشباب في أنفسهم لكي يحققوا النجاح في حياتهم المهنية. وعلينا نحن أن نعمل مع بعضنا البعض لإيجاد طرق ووسائل مبتكرة وجديدة لتشجيع وإلهام شبابنا في المملكة لكي يتمتعوا بموقف إيجابي من العمل ويتحملوا مسؤولياتهم تجاهه. ومن المبشر بالخير أنه منذ افتتاحنا الأكاديمية في أواخر عام 2012 تبنت شركات أخرى رؤيتنا وافتتحت معاهد ممثلة للتدريب، وآمل أن تنحو شركات وقطاعات تجارية أخرى نحونا وتقوم بمبادرات مماثلة. فمن مصلحتنا جميعاً أن تتوفر شريحة مدربة ومؤهلة للانضمام إلى سوق العمل. وأقول للحضور الكرام وخصوصاً أصحاب الأعمال أن حكومة المملكة الموقرة مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة لهم في مساعيهم. وقد لمست من تجربتي الخاصة تجاوباً وتعاوناً منقطع النظير.
مع مسؤولي المملكة للقيام بأي مبادرة أو تنفيذ أي فكرة مبتكرة تسهم في تدريب وتأهيل وتمكين الشباب في المملكة. وأدعو من هنا جميع الشركات إلى الاستفادة من دعم والمشورة هنا في جدة والرياض وجميع مناطق المملكة، فيمكننا من خلال تكاتفنا وتعاوننا وشراكتنا أن نحقق الكثير من التقدم والتنمية بخلق فرص عمل لشبابنا وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول مجال الأعمال والصناعات. لقد عرض المتحدثون الأفاضل في هذا المؤتمر الكثير من المعلومات والأرقام والإحصائيات، وهي بالتأكيد ضرورية لاتخاذ القرارات على أسس علمية ومدروسة، ولكنها أيضاً قد تجعلنا نغفل عن غايتنا الأسمى والأهم لجهودنا ومساعينا والذي من أجله يقوم هذا المنتدى الهام، ألا وهي الارتقاء بمستوى الحياة للإنسان. نحن نصبو إلى أن يحصل شبابنا على العمل الملائم ليعيشوا حياة سعيدة وينعموا بالصحة ويحققوا أهدافهم في الحياة. وأود أن أختم حديثي هذا بمقولة أقتبسها من إحدى المواطنات السعوديات التي التحقنا بالأكاديمية بعد أن مرت بظروف معيشية صعبة نتيجة عدم حصولها على فرصة عمل، وبعد 12 شهراً فقط من تخرجها أثبتت نجاحها وأصبحت مديرة أحد المعارض لدي شركتنا، وقد عادت لتقول لأحد أعضاء فريق الأكاديمية: لقد وهبتم لي حياة جديدة. إن مثل هذه السيدة هي من يدفعنا للعمل من أجل خلق فرص عمل للشباب ومساعدتهم لعيش حياة كريمة. وشكراً جزيلاً لكم. ما أعرف الأخ محمد. شكراً للسيد محمد الشاي على هذه الكلمات الجميلة وعلى هذا الدور الذي يقوم به من أجل توظيف وتطوير الشباب السعوديين، وأهلاً به دائماً في بيته الثاني. رجاء الآن التكرم من السيد خلف الحربي عضو مجلس، أو خلف العتيبي عفواً عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة، تكريم السيد محمد الشائع. سيد محمد الشائع، شكراً جزيلاً لك مرة أخرى. وشكراً أيضاً للسيد خلف العتيبي. شكراً سيد خلف. السادة الحضور، شكراً لكم جميعاً. سنتوقف الآن لاستراحة طال انتظارها لمدة ساعة واحدة فقط، سنعود بعدها لاستكمال جلسات المنتدى